والصلاة يا إخوة تسقط الذنوب إسقاطا عجيبا، بدءا من الوضوء إلى الخروج من المسجد، بدءا من الوضوء إلى الخروج من المسجد، بدءا من الوضوء. إذا توضأ المؤمن خرجت خطاياه من أعضاء الوضوء مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء كما تقدم معنا. ثم إذا خرج المسلم يمشي إلى الصلاة، كل خطوة يخطوها تمحى عنه بها سيئة، وجاء في بعض الروايات 10 سيئات. كل خطوة يخطوها إلى المسجد تمحى عنه بها 10 سيئات، وتكتب له 10 حسنات، وترفع له 10 درجات. سبحان الله، كيف يتكاسل الرجل في الخروج إلى الصلاة وهو يعلم هذا. كل خطوة يخطوها تمحى عنه سيئة، وبعض الروايات الصحيحة 10 سيئات. ثم إذا وصل المسجد وصلى النافلة، إن كان لم يصليها في البيت تحاتت خطاياه، ثم إذا صلى الفرض تحاتت خطاياه، ثم إذا جلس في المسجد بعد الفرض أخذت الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، ما لم يحدث أو ينصرف. ودعاء الملائكة مظنة الإجابة، حقيق بأن يجاب فتغفر ذنوبه. تأثير الصلاة في مغفرة الذنوب تأثير عظيم. ولذلك يا إخوة، لما جاء ذلك الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب من امرأة دون الفرج، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي. فتأثير الصلاة في مغفرة الذنوب تأثير عظيم. ونحن خطاؤون، ذنوبنا كثيرة، فما أحوجنا إلى أن نهتم بصلاتنا اهتماما عظيما. نعم.